اهلا بحضراتكم من جديد. متواصلين ومعانا الاستاذ محمد الضماطي المرشح لعضويه مجلس اداره النادي فوق السن. استاذ محمد، بالحجم الصعب اللي عليه كانت التحديات في الاربع سنين، انت بتقول ان انتوا بنسبه كبيره راضي عن الاداء في الدوره دي. هل مستوى الاداء كان السبب في هذا الهدوء في السبق الانتخابي؟ في ناس هتشوفها اولا في الاخر الانتخابات، فكل الاحترام لاي حد عايز يخدم يعني طبعا. ولكن اكيد لما بتبقى الناس شايفه ان في نجاح فبيبقى القايمه بتبقى واخده نوع من الاريحيه شويه. ولكن هل ده يحملنا مسؤوليه زياده؟ يعني اعتقادي الشخصي ان الناس شويه حاسه ان هو طب ماشي تمام، انتوا الناس دي من حقها مفيش مشكله اشتغلوا، بس عشان بقى ان نحاسبكم. والكابتن قال كلمه عجبتني في المؤتمر بتاع الشيخ زايد، ان البرنامج الانتخابي، واحنا يمكن كنا اول قايمه ننزل بحاجه اسمها برنامج انتخابي، ان ده لازم يبقى عرف بعد كده في كل دوره لكل واحد عايز يترشح بمجموعه او حتى لو عضو مستقل. وعشان كده الكابتن كان مصمم ان هو يطلع برنامج انتخابي تكمله للي فات. ايوه، عشان الناس بعد اربع سنين ان شاء الله لو لينا عمر تحاسبنا على الاربع سنين اللي جايين، لو ربنا قدر لينا طبعا وكنا موجودين. فده عرف موجود، وزي ما بقول لك الناس هتحملك مسؤوليه زياده وهتبقى عندها متطلبات منك، وعليك انك تتنفس. فكره ان انا الاقي مجموعه عندها هذا الالتزام في ان مقدمه للجمعيه العموميه ورقه تعهدات، انا جاي علشان اعمل 1 2 3 4 10. انت بتقول يعني الكابتن يرى انه ده يتحول الى عرف، لكنه عرفه ربما يكون متاح للمجموعه مش متاح للفرد. هل فكره القائمه تختلف عن الترشح الفردي؟ لا، يعني في النهايه الترشح، ولا الامر يتطور الى يبقى المنافسه كلها في قوائم؟ لا، شوف، احنا بقى لنا الانتخابات اللي فاتت واللي قبليها كان في قائمتين قدام بعض، وكان في مستقلين برضو، وده يمكن اللي مخلي الناس المره دي مستغربه ان هي قائمه واحده ومستقلين. في النهايه كل الأصل واحد الاصل كان فردي، يعني لغايه 92 قبلها كلها انتخابات فرديه. كابتن صالح، اول في انتخابات حاجه قائمه 92 اول مره كانت 92 موضوع القائمه بالظبط، ومن ساعتها احنا ماشيين بنظام القائمه، بس يا بتنزل قائمه واحده يعني بينزل قائمتين قدام بعض بالظبط. اخر مرتين 2014 و17 كانوا قائمتين قدام بعض. فالناس المره دي يعني شايفه قائمه واحده، شايفه قائمه واحده وترشيحات فرديه، وترشيحات فرديه. والمرشحين الفرديين بيبقى عندهم هما كمان برامج طبعا، عندهم افكارهم وارائهم وحقهم انهم يتكلموا الكلام ده طبعا، فما فيش حاجه يعني تمنع ان المرشح الفردي يبقى عنده هو كمان افكار يقدمها للناس، ما هو لازم يبقى عنده حاجه.